ولمتابعة الوضع في لواء دير علا ينضم إلينا من هناك مراسلنا زياد نصيرات. إذن بعد التحية زياد، ما هو الجديد في عمليات العزل وجمع العينات حتى الآن؟ يعني عمليات العزل الآن استمرت، توسعت قليلا، حوالي 150 منزل تم عزله في هذه المنطقة، خاصة أن فرق التقصي الوبائي توسعت في سحب العينات بعد الإعلان أن هذا المكان شهد حفل زفاف يوم الجمعة الماضي. بلدية دير علا الجديدة قامت بتعقيم وتقوم بعمليات تعقيم لكل المنازل في هذا الحي، كما تم يعني اتفاق ما بين بلدية دير علا الجديدة والأهالي بخصوص ترتيب دخول المواد التموينية لهم. للحديث أكثر معنا رئيس بلدية دير علا الجديدة الأستاذ مصطفى الشطي. مساء الخير أستاذ. السلام عليكم، ممكن تحدثنا بداية عن عمليات التعقيم اللي قمتوا فيها اليوم؟ يا سيدي، احنا أبلغنا من مساء أمس من عطوفة المحافظة وعطوفة المتصرف عمر الحديد بوجود حالة إصابة في هذه المنطقة. على طول البلدية تحركت بجميع آلياتها لرش هذه المنطقة بمواد للتعقيم، حتى انه دخلنا البيوت واسطح البيوت جميعها. المنطقه هذه تقع في منطقه دير علا حي المدارس، ويوجد فيها حوالي 150 منزل تم فرض الحظر عليها من قبل الاجهزه الامنيه، والان البلديه تقوم بالرش والتعقيم وتقوم بتامين البقالات الموجوده بجميع ما يحتاج المواطنين من مواد غذائيه وادويه ومياه، وسيارات البلديه والبلديه الان موجوده في المكان، وكمان تم اغلاق بعض الطرق الفرعيه المؤدية الى هذه المنطقه مشان الناس كلها تجي من طريق رئيسي واحد حتى ما يصير اي اختلاط بالناس الاخرين. يعني الان عزل حوالي 150 منزل، هناك مركز صحي في هذه المنطقه، في المنطقه المحجوره، هل سيعود الى العمل؟ المركز الصحي موجود بنفس المنطقه المحظور عليها، تم قبل قليل اتصلت مع عطوفه المحافظ وسيتم ابلاغ مديريه الصحه من اجل فتح هذا المركز لتقديم الخدمه لجميع المواطنين ان شاء الله صباح الغد. بالنسبه للعلاجات وللاشخاص المريضين اللي بتلقوا علاجات دوريه، هل ستقوم البلديه بايصال هذه العلاجات؟ نعم، حطينا احنا بالبلديه اليات موجوده في المنطقه هنا، اي مواطن يحتاج اي غرض كان حتى مش علاج اللي هو اقل من العلاجات، فالبلديه جاهزه لتامينه لها ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. يعني هذه الصوره بشكل عام، فرق التقصي الوبائي مستمره في سحب العينات، حوالي 300 عينه سحبت اليوم، ويتوقع ان يتم سحب عينات مساء اليوم وغدا واجراء فحوصات اخرى للمخالطين وللمشتبه بمخالطتهم للحاله. مراسلنا زياد نصيرات، كنت معنا من دير علا، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.